واخيرا هاتف من ون بلس سعره $1,000، واخيرا اسعار فلاج شيب. انا يعني كيف على الموضوع، راح احكي لكم ان شاء الله بالفيديو رايي بهذا الموضوع، ولكن فعليا بدنا نشوف جهاز بده ينافس الفلاج شيب الموجودين على الساحه. فتعالوا نتعرف على الون بلس 8 برو واخوه الاصغر ون بلس 8، ومين هذا بده ينافس. هيا بنا. السلام عليكم اصدقائي، انا سيزار، برحب فيكم في قناه سيزار ريفيوز، اهلا وسهلا بالجميع. واخيرا ون بلس اعلنت عن هواتفها الجديده. طبعا انا كنت كثير متحمس للمؤتمر، لاني كنت حاسس انه او يعني في تسريبات طلعت حيكون في هاتف ثالث، مش بس هاتفين، ولكن للاسف فقط هاتفين، الون بلس 8 برو والون بلس 8، وما في ون بلس 8 لايت، ما في. هل انا خاب ظني بالاعلان؟ يعني المشاعر بصراحه كانت مختلطه. انتم عارفين بحب هذا الجهاز، فكنت متوقع اشياء رهيبه، ولكن بقدر احكي انه يعني عجبني الجهاز، كثير تحمست للون، بس يعني السعر بلشنا نشوف الاسعار انه خلص بطلت مناسبه للجميع. ون بلس صار من فئه الاجهزه اللي سعره مش مناسب للجميع مع الاجهزه الفلاجشيب. على كل حال خلونا نخوض بالتفاصيل شوي شوي ونشوف هل الجهاز راح يعجبك ولا لا. انا شخصيا بما اني اصلا بحب ون بلس فعليا عجبني الجهاز، ولكن هل راح اعمل ريكومنديشن عليه؟ انتوا اللي بدكم تقرروا، لانه في النهايه انت بدك تدفع فلوس. فمبدئيا بدي احكي عن ون بلس 8 برو، وبعدين بحكي عن ون بلس 8، وبدي ابلش بالتصميم. اذا بدنا ناخذ التصميم بشكل عام، بالنظرة أولية بتحس إنه ما في إشي تغير، يعني نفس التصميم، يعني بس من الأمام صار عندنا ثقب بالشاشة، بطل في عندنا كاميرا بتطلع من الخلف، زادوا عندنا كاميرا، يعني بتحس نفس التصميم. هو هيك نفس التصميم، ما في إشي جديد، ما في إشي هيك بس تطلع واو إنه إشي جديد، ما في. ولكن فعليا التصميم نفسه حتى مع إنه مش بتغير فخم، طريقة الألوان اللي استخدموها فخمة جدا، الماتيريال فخمة جدا، اللون الأخضر بالذات اللي أنا شفته كثير حبيته، حتى اللون الأزرق عاملين إنه بيحاول يلم بصمات أقل، ففعليا الجهاز فخم. لكن بيضلوا التصميم من غير تغيير كبير، الكاميرا طالعة كثير كالجهاز الأول، فبدك تحط كيس عشان تخفف موضوع الطلعة تبعته. بالإضافة ليش حكينا إنه صار فلاج شيب وسعره عغلي؟ لأنه عملوا إشي مهم لناس كثير. ناس كانت دائما تتذمر إنه ما في IP68، يعني مش مقاوم للماء والغبار. المرة هاي ضافوا IP68 على جهاز البرو، وأيضا ضافوا له الشحن اللاسلكي. هذول الميزتين دائما نفقدهم بالون بلس اليوم موجودين. فهل أنت فعليا، يعني أنا فكرت في الموضوع، لو هذول الميزتين ما كانوا موجودين، وبدل ما أحكوا إنه الجهاز البرو سعر الفئة الأعلى حقه $1,000، شال هذول الشغلتين وحكوا لا والله الجهاز حقه $800، أنا بكون راضي، أنا أكيد حكون راضي. أنا ما بدي لا IP68 ولا بدي الشحن اللاسلكي، مش كثير مهمين بحياتي، بس ينزل لي $200 بالسعر، مهم. على كل حال هذا اللي يعملوه، ويمكن كثير ناس حيكيفوا على هذا الموضوع. يعني ما بعرف إذا أنت من الناس اللي كيفت إنه أو فرحت انه ضافوا وايرلس شارجنج وضافوا IP68 ولا لا، ولا ما بتفرق معك؟ والله اكتب لي بالتعليقات لو سمحت. هلا نحكي عن شيء كثير مرتب بهذا الجهاز، الشاشه. الشاشه بالون بلس 7 برو كانت ممتازه جدا وكانت متميزه، المره هاي راح تاخذ افضل شاشه في اي هاتف، يعني هاي الشاشه راح تتفوق على شاشه الافضل اللي هو السامسونج الجالكسي S20 الترا. في شركه اسمها ديسبلاي ميت، هي دائما بتعمل فحوصات للشاشات، عملت فحص، بتعمل فحص لافضل الشاشات، عملت فحص للون بلس واخذ افضل تقدير، تقريبا جاب اعلى تقدير ب 13 فحص. في النتيجه النهائيه اخذ A+، وهذا اعلى تقدير. هاي الشاشه عندها افضل الوان، الشاشات بتدعم 16 مليون لون، هاي الشاشه بتدعم مليار لون، فالالوان حتشوفها جميله جدا. الشغله الثانيه، سطوع هاي الشاشه على الاقل 1300 نتس، سطوع عالي جدا، اعلى من سطوع الجالكسي S20 الترا. الشاشه هاي 6.78% انش، كواد اتش دي بلس، بتدعم 120 هيرتز على فول اتش دي وعلى كواد اتش دي على الاثنين، مش زي S20 الترا. بتحس انه هذا الجهاز يعني ممكن يقارنوه مع S20 الترا او مع الايفون 11 برو، هون التنافس، ومع السعر اللي هو بيعرضه ممكن هو يتفوق، بس بضل لسه في نقطه واحده ممكن ما يتفوق فيها، هحكي عنها ان شاء الله. هاي الشاشه راح تعطيك 513 بكسل لكل انش، فعليا يعني حتى انا حضرت في اكثر من فيديو قبل ما اعمل كل فيديوهات، لانه في المراجعين الاجانب وصلهم الاجهزه زي ماركس براون لام كي بي اتش دي، صار له اسبوعين ما بيستخدم بالجهاز،
فحكى عن الشاشة فعلا من أفضل الشاشات اللي هو استخدمها، فأعطى رأي إيجابي. عندك مستر هوز ذا باس حكى عن الشاشة إنها فعليا بالنسبة له حسها إنها أفضل من شاشة الجالكسي اس 20 ألترا، فالشاشة فعليا ممتازة جدا. أنا أصلا شاشة الوان بلس 7 برو اللي كانت عندي كنت أشوفها ممتازة جدا وكانت تكفيني يعني حتى بزيادة، فهالمرة 120 هرتز شوف السلاسة والسرعة. شوف بالنسبة للأداء يعني ما فيهم جديد، مش انه اشي سيء، بالعكس الجديد ممكن هو اداء افضل لانه سناب دراجون 865 دعم لل 5G، عن جد حتاخذ افضل اداء ما في كلام مع ال 120 هرتز ومع نظام التشغيل اللي عندهم راح تاخذ افضل اداء من ون بلس. من افضل الاشياء اللي انا بالنسبه لي ون بلس برتبها ترتيب، افضل اشي عندهم نظام التشغيل، بعدين افضل اشي بتجربتك هناك اللي هي الاداء، راح تاخذ اداء من اليوم الاول اداء خرافي لبعد سنه حتضلك تاخذ اداء خرافي، تخيل لوين. هاي نقطه كثير مهمه في ون بلس. طبعا راح يدعم هذا الاداء يعني ساعات تخزينيه 128 جيجا مع 8 جيجا بايت رام او 256 جيجا مع 12 جيجا بايت رام، ما في دعم لاس دي كارد وهذول الرام ال بي دي دي ار 5، والساعات التخزينيه بتقنيه اليو اف اس 3.0. لو بدي اخصص بس دقيقه لاحكي عن النظام، نظام التشغيل وتجربة الأكسجين أو أس على الأندرويد 10 في هذا الجهاز حتكون أفضل، لأنه أصلاً ون بلس من عندهم أفضل التجارب اللي هي نظام التشغيل، راحوا حسنوا عن نظام التشغيل، ضافوا أمور يعني زيادة على النظام، صار عندك دارك مود أفضل، عندك أشياء كثيرة صغيرة جوا النظام وانت بتستخدمه وانت بتتعرف على هذا السيستم حتحسها تحسنت. فبصراحة نظام التشغيل عندهم أنا بالنسبة لي هو نمبر 1، يعني حتى أعلى من البيكسل بالنسبة لي. هلا نجي نحكي عن الكاميرا. الكاميرات عندنا 4 كاميرات حسب رأي الشباب اللي تابعتهم ذات مستر هوز ذا باس و MKBHD ولأنهم جربوا الكاميرات أوريدي، حكوا إنه الكاميرات تحسنت على السنة الماضية ما في مشاكل، فهذا إشي كثير إيجابي فبيستحقوا يكونوا كاميرات لجهاز فلاجشيب، ولكنهم لن يتفوقوا في الأداء على الآيفون 11 برو أو حتى الجالكسي اس 20 ألترا. ففعليا الكاميرات تحسنوا لكن ما صاروا أفضل كاميرات، يمكن نشوف السنة الجاي أفضل كاميرات ما بنعرف. الكاميرا الرابعة لحد الآن ولا واحد فيهم عارف من الشباب الكاميرا الرابعة تبعت الألوان، في كاميرا رابعة للكلر فلتر مش عارفين شو استخدامها ليش موجودة، محدش بيعرف، هو لازم يطلع مشاكل صغيرة. بالنسبة للكاميرات ما في أرقام غريبة تقول واو شو هاد 108 ميجا بيكسل أو ما إلى ذلك، هم 4 كاميرات الأساسية 48 ميجا بيكسل بفتحة f1.7، حساسها كبير 1/1.4 إنش فعليا كبير، وهذا ممكن إشي بيميزها، وفي Optical Image Stabilization. الكاميرا الثانية حتكون كاميرا الزوم 8 ميجا بيكسل بتعمل 3x زوم مع 30x زوم هايبرد، ما راح تستخدم ال 30x اكيد لانه اداؤه مش قوي. الكاميرا الثالثه اللي هي الالترا وايد 48 ميجا بكسل نفس الالترا وايد، يعني بيحكوا انه ما تغيرت من الالترا وايد الموجوده بالجهاز السابق، يمكن الاداء تحسن ما بعرف. 48 ميجا بكسل. وفي عندنا الكاميرا الاخيره اللي هي حكينا عنها الكلر فلتر، لحد الان ما حدش عارف شو الفائده منها، انا بدي اعتبرها مش موجوده. بالنسبه لتصوير الفيديو في خيارات وبيحكوا انه تصوير الفيديو تحسن وصار في ذكاء اصطناعي، وفي عندنا الاي اي اس والجودة يعني حتتحسن إن شاء الله 4K 30 فريم 60 فريم Full HD 120 و60 و30 و240 وما إلى ذلك. أتمنى يكون الجودة تحسنت بس يبدو أنها مش راح تتفوق على الفلاجشيب الموجودين في الساحة بالذات الآيفون. الكاميرا الأمامية بطلت تطلع وتنزل، صارت عبارة عن ثقب في الشاشة 16 ميجا بكسل بتصور فيديو Full HD بتدعم مدعومة بالـ EIS، أتمنى يكون أداءها ممتاز. بالنسبة للمواصفات الجانبية عندك الWi-Fi 6، عندك بلوتوث 5.1، عندك NFC، حتى السماعات عندنا دول سبيكر ستيريو سبيكر، يعني الصوت اللي راح تاخذه هناك ممتاز جدا جدا، وهذا الشيء بصراحه حلو لانه ما في الهيدفون جاك، وفي عندنا USB تايب سي، وعندنا بصمه داخل الشاشه السريعه كالعاده، وعندنا البطاريه 4510 ملي امبير مع شحن سريع 30 واط. انا كنت متوقع اشوف شحن اسرع بس لا ما اخذناهوش، 30 واط يعني ما في شيء واو بس برضه كويس، مع شحن لاسلكي 30 واط هذا الجديد، كنت متوقع 40 واط بس طلع 30 واط برضه مش مشكله، المهم في شحن لاسلكي سريع. ولكن في مشكله على الشحن اللاسلكي نفسه، اذا ما اشتريت الشاحن اللاسلكي تبع ون بلس اللي حقه 70 دولار ما راح ينفع معك الشحن اللاسلكي. كيف يعني ما راح ينفع؟ راح يشتغل على الشواحن اللاسلكي الاخرى ولكن بسرعه 5 واط،
فبتحس انه يعني انت هيك ون بلس اجبرتينا تشتري هذا الشاحن. انا بحبش الحركات هاي بصراحه. خلص اعملي شاحنك، وللي بيحب ون بلس بيشتري هذا الشاحن، اما تجبريني اني لازم اشتري الشاحن هذا عشان اخذ هاي الميزه، هاي حركه بصراحه بحسها انانيه ومش حلوه من ون بلس. انا بطلت احبكم. اخر شيء السعر، السعر حيبلش $900 لل 128 مع 8 جيجا بايت رام، و $1000 لل 256 مع 12 جيجا بايت رام. هذا هو السعر الجديد. زي ما حكيت لكم انا بفضل يشيلوا الاي بي 68 مع شحن لاسلكي ويعطوني $800، بكون انا راضي. الله اعلم كم يوصل لبلادنا، ما بعرف. تعالوا نحكي عن الجهاز الاصغر. الجهاز الاصغر هو الون بلس 8. لما صنعوه كانوا حاطين في بالهم كالتالي: هذا الجهاز بده يكون المنافس الاول والرسمي لمين، او الفلاج شيب كيلر لمين؟ للايفون 11. فانا بعتقد انه ممكن يغلبه بكل سهوله. تعال نشوف بعض مواصفاته. بالنسبه للتصميم، نفس لغه التصميم الموجوده على اخوه الاكبر نسخه البرو، ولكن ما في عندنا شحن لاسلكي وما في عندنا اي بي 68. فانتهينا من التصميم. الجهاز حيكون كثير نحيف يا اخوان، 8 ملم، وحيكون وزنه 180 غرام. الشاشه ممتازه جدا، ولكنها ليست نفس الشاشه الموجوده على البرو. هاي الشاشة أصغر شوي، 6.55 إنش Full HD Plus وليس Quad HD، ولا تدعم 120 هرتز بل تدعم 90 هرتز، ولا تدعم المليار لون بل تدعم 16 مليون لون. هاي الشغلات الصغيرة لازم تعرفها لأنهم بيختلفوا. فيعني هي شاشة أقل لا يعني ذلك أنها سيئة أبداً. لو بدك تقارنها مع الآيفون 11 عنده شاشة مش Full HD، عنده شاشة HD بس، بذكركم يعني. فالشاشة ممتازة جدا للجهاز. طبعا هاي الشاشة راح تدعم ال HDR 10 بلس للمعلومة. اما بالنسبة للاداء، اعتقد راح ناخذ نفس الاداء. ليش؟ عندنا نفس معالج سناب دراجون، وعندنا الساعات التخزينية نفسها، يعني 128 مع 8 جيجا او 256 مع 12 UFS 3.0. اما بالنسبة للكاميرات ففي عندنا اختلاف. اول شيء عندنا ثلاث كاميرات، ما عنديش مشكله بهذا الموضوع. الكاميرا الاساسيه 48 ميجا بكسل بفتحه f1.7، الحساس تبعها مختلف اللي هو 1:2 انش. كيف حيكون اداء مش متاكد، بدي احضر فيديوهات اكثر عبين ما يصح لي فرصه اني اشتري الجهاز ان شاء الله. بدكم تصبروا لحتى يفك الحظر اللي عندنا. في عندنا كاميرا الترا وايد مش 48 ميجا بكسل بل 16 ميجا بكسل، وعندنا عدسه ثالثه هي الماكرو 2 ميجا بكسل، وراح يقدر الجهاز يصور فيديو 4K 30 فريم و60 فريم، او فول اتش دي 30 60 140. الكاميرا الاماميه 16 ميجا بكسل بفتحه f2.0، يعني بعرفش كيف ادائها بصراحه، بس اتمنى يكون ادائها ممتاز. راح يضل هذا الجهاز محافظ على ستيريو سبيكر، يعني الصوت حتاخده ممتاز جدا هون، واي فاي 6، ان اف سي، بلوتوث 5.1، وبصمه داخل الشاشه. اما البطاريه 4300 ملي امبير، ايضا مع الشحن سريع 30 واط اللي هو الوارب تشارج، بس ما في شحن لاسلكي، وزي ما حكيت لكم ما في اي بي 68، مش مقاوم للماء والغبار. وهذا السعر او هذا الجهاز حيكون سعره $700، نفس سعر الايفون 11. ففعليا اذا بدكم بعمل لكم فيديو مقارنه المواصفات ما بين هذول الجهازين، اذا بتحبوا طبعا، لانه الجهازين مش متوفرين عندي، ولكن اذا بتحبوا بعمل فيديو لحتى نقارن على الاقل بالمواصفات. بس انا بعتقد انه هذا الجهاز حيكون اداؤه قوي جدا جدا، وحيتفوق على الايفون. ممكن الايفون يتفوق بس بالناحيه واحده الكاميرا، ولكن بضل انه نشوف فيديوهات واقعيه ممكن يكون في تقارب. هذول هم الجهازين اللي اعلن عنهم، وهي المعلومات بشكل كامل ان شاء الله اكون غطيت كل النواحي. بضل انه ان شاء الله يوصلني جهاز بشتري او يوصل الاردن عشان اشتري واعمل الفيديوهات عنه باذن الله تعالى. يعطيكم الف عافيه، ان شاء الله بشوفكم في الفيديو القادم. الى اللقاء.